متابعينا متابعين اليوم السابع، بنرحب بيكم فيديو جديد من محافظة الشرقية. احنا النهاردة موجودين في مستشفى حميات الزقازيق، واحدة من اقدم المستشفيات على مستوى المحافظة والجمهورية في مجال الحميات، عمرها يقارب 100 سنة. المستشفى خلال 3 سنين اللي فاتوا مع بداية جائحة الكورونا شهدت تطوير ورفع كفاءة خلاها من المستشفيات اللي مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية. احنا معانا الدكتور أحمد ثابت مدير المستشفى اللي هيكلمنا عن تطوير المستشفى خلال الفترة اللي فاتت. احنا برحب بيك يا دكتور على اليوم السابع، ولو حضرتك تكلمنا يعني المستشفى زي ما ذكرت في البداية من أقدم المستشفيات، عمرها حوالي 95 سنة بالتحديد، فلو حضرتك تكلمنا يعني عن التطوير واللي شهدته المستشفى خلال الفترة اللي فاتت مع بداية جائحة كورونا. أنا بشكر حضرتك على هذه المقدمة، ونتمنى أن المستشفى تنال رضا أهالي محافظة الشرقية في تقديم خدمة طبية تليق بأهالينا في محافظة الشرقية وبكافة مرضى الجمهورية. بدأ تطوير الخدمة حقيقة مع بداية جائحة كورونا، بدأ رفع كامل لكفاءة المستشفى، ومع الدعم الكامل من معالي وكيل الوزارة بصراحة لم يدخر جهد ولا خبرة مع القيادة السياسية الحكيمة في دعم المستشفى ورفع كفاءتها بالطريقة التي تليق بمرضى جمهورية مصر العربية ومرضى أهالينا بالشرقية. مع جائحة كورونا والتصدي لجائحة كورونا منذ عام 2020 تم تطوير الخدمة في كافة أقسام المستشفى، بداية من الاستقبال والعيادات الخارجية. تم إعادة هيكلة الاستقبال والعيادات الخارجية بحيث تشمل خطوط سير منفصلة لمرضى كوفيد ومرضى الأمراض المعدية الأخرى أو الأمراض الحميات الأخرى، وتخصيص خطوط سير للعيادات الخارجية والاستقبال، وتم دعم استقبال المستشفى ورفع كفاءة جميع المباني لتلائم الجائحة في ذات الوقت. تم دعم الاستقبال بعدد 5 مولدات أكسجين لمرضى المحتاجين للأكسجين في ذلك الوقت، كما تم رفع كفاءة غرفة الإنعاش القلب الرئوي ومدها بجهاز صدمات حديث وجهاز كراش كارت وعربة كراش كارت حديثة لملائمة هذا الموقف يعني، أو للتصدي لهذه الجائحة وما نتج عنها من مضاعفات وحالات مرضية كانت تتعرض لظروف مرضية صعبة تحتاج للتعامل معها في كافة المراحل، في عربة الإسعاف وفي الاستقبال وفي العيادة وفي القسم الداخلي وفي العناية وهكذا. مع تنوع هذه الخدمة بالاستقبال وتوفير مسارات آمنة للمرضى، ده بالنسبة على مستوى الاستقبال هذا ما أذكره. طبعا تم توفير خدمات أخرى متعددة يعني. الداخلية في القسم الداخلي في عام 2020 تم مد شبكة غازات وتخصيص عدد 60 سرير من مجموع 87 سرير للتصدي لمرضى كورونا المحتاجين للأكسجين، كما تم دعم القسم الداخلي بعدد 17 جهاز مولد أكسجين لتخفيف الضغط على الأكسجين السائل في ذلك الوقت. كما أن القسم الداخلي في عام 2022 تم رفع كفاءته بطريقة كبيرة جدا وعلى مستوى عالي جدا من الوزارة، ليشمل مد شبكة غازات مركزية وضغط هواء مركزي وشفط مركزي وزيادة عدد الأسرة لتشمل 98 سرير بدل من 87 سرير، بحيث كل سرير في حاليا يمكن تحويله لسرير عناية مركزة إذا لزم الأمر، يعني بكافة التجهيزات يصبح سرير عناية مركزة إذا لزم الأمر أو إذا حدثت أي جائحة أو محتمل حدوث أي جائحة يعني. بالنسبة برضو للعناية المركزة تم رفع كفاءتها بطريقة ومد جميع الخدمات إليها ودعمها بعدد 2 جهاز صدمات و2 كراش كارت، وطبعا تم زيادة عدد أسرة العناية المركزة بدلا من 11 سرير عناية مركزة إلى 19 سرير عناية مركزة بكافة التجهيزات وقوة بشرية مدربة
وكافة الخدمة تقدم على أعلى مستوى. أيضا إحنا هنا في قسم الغسيل الكلوي تم رفع كفاءته عن طريق الوزارة في عام 2022، وتم زيادة عدد الأسرة أيضا نفس الرقم من 11 سرير غسيل كلوي إلى عدد 18 سرير غسيل كلوي. هنا طبعا في مع تخصيص مع تخصيص مسارات وقاعات منفصلة للمرضى الأمراض المعدية. إحنا في قاعة إيجابي سي، في عندنا قاعة لمرضى الغسيل اللي هو سي مع بي، في قاعة لمرضى الـ HIV اللي هو مرضى الإيدز، في قاعة للمرضى اللي هم السلبي ما عندهمش نان بي نان سي نان HIV. زي ما حضرتك شايفة بأسرة حديثة وشبكة غازات كاملة متكاملة ومكان حديث للغسيل الكلوي. طبعا ده كله تم رفع كفاءة هذه الوحدة بدل اللي تقدم الخدمة، وتم نقل محطة المياه خارج الوحدة بدعم كامل من معالي وكيل الوزارة والقيادة السياسية والحكيمة لنتمكن من زيادة عدد الأسرة وزيادة الخدمة المقدمة بطريقة آمنة ولمنع حدوث أي تحول سيرولوجي أو عدوى يعني داخل المرضى. المبنى ده هيشتغل تجريبي إمتى إن شاء الله؟ المبنى فعلا تم تشغيل وحدة الكلى حاليا وجاري توفير مولد حديث الكهرباء. المبنى تم الانتهاء الكامل من تشطيبه وفرشه والاستعداد لدخول الخدمة به كمبنى الوحدات المتخصصة. تم التشغيل التجريبي لوحدة الكلى حاليا ولوحدة المناظير. طبعا وحدة المناظير أيضا من الوحدات المركزة تدخل في سيستم متكامل على مستوى الجمهورية، بحيث الفترة الحالية وبتنسيق شخصي مني تم استقبال حالات من محافظة القاهرة للعناية المركزة الموجودة بمستشفى حماية الزقازيق. طب يعني بالنسبة للطاقم الطبي، يعني احنا عارفين ان في طبعا رفع كفاءة مستمرة للأطباء والمستشفى كانت حصلت على تصنيفات بالنسبة للطاقم الطبي. تم رفع كفاءة طبعا الطاقم الطبي بالتدريبات التي تتم بأكاديمية الأميرة فاطمة عن طريق الوزارة. وعلى سبيل المثال تم عمل برنامج تدريبي لمرضى لأطباء الجهاز الهضمي والكبد تحت رعاية الأستاذ الدكتور إيهاب كمال وبدعم طبعا من القيادة السياسية. كان البرنامج التدريبي يشمل أطباء القاهرة الكبرى، وحصل على المركز الأول والمركز الثاني أطباء الجهاز الهضمي والكبد بوحدة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حماية الزقازيق. حصل على المركز الأول والثاني ذلك في عام 2022. ما شاء الله. طب حضرتك بالنسبة للاستعدادات للمواسم، يعني معروف طبعا الحميات هي موسم الشتوي الأمراض طبعا التنفسية زي كيوبيد، والموسم الصيفي زي الإجهاد الحراري. طبعا في مبنى دورين تم رفع كفاءته برضو عن طريق الوزارة في عام 2022 وتجهيزه بقى على أعلى مستوى، ويمكن استخدامه كل سرير فيه كسرير عناية مركزة إذا لازم الأمر. وفي مبنى الوحدات المتخصصة 5 أدوار اللي احنا متواجدين فيه حاليا، المستشفى بها ما يسمح من عمل خطوط سير منفصلة بحيث يتم استقبال جميع أنواع الأمراض، بحيث يكون هناك خط سير منفصل لمرضى الكوفيد وخط سير آخر للمرضى الأمراض الأخرى. بالنسبة للأمصال، يعني لو طبعا هنا متوفر وزارة الصحة بتوفر طبعا كتير من الأمصال للأمراض المعدية، لو تحدثنا عن الأمصال المتوفرة. بالنسبة للأمصال المتوفرة في الاستقبال يوجد مركز علاج المعقورين أو علاج مرضى العقر بالحيوان، عقر الحيوان اللي هو على رسوم طبعا الكلب، عقر الكلب. المصل متوفر والخدمة تقدم على مدار ساعة، وهذه الخدمة لم تكن متوفرة بالمستشفى حتى عام 2020، وتم تقديمها بدعم كامل من معالي وكيل الوزارة، وتم التنفيذ على أرض الواقع، وأصبح المركز الرئيسي على مستوى المحافظة والمركز الوحيد في الوقت الحالي الذي يعطي المصل ما يطلق عليه في العام المصل المركز اللي هي الإميونوجلوبولين، الأجسام المضادة المباشرة لمرضى العقر والتي تعطى في الحالات الإصابة الخطيرة أو القريبة من المخ. ان شاء الله تكون في خطتكم الفتره الجايه. طبعا زي ما قلت لحضرتك ان شاء الله في خدمه جاري هيتم تنفيذها ان شاء الله خلال ايام، وتم الموافقه عليها من معالي وكيل الوزاره، اللي هي تخصيص عدد 6 أسرة عنايه مركزه اطفال لمرضى حميات الاطفال والامراض المعديه. المقترح الثاني وهو طبعا ايضا كان بدعم وتوجيهات معالي وكيل الوزاره الدكتور هشام مسعود جزاه الله خير،
انه الاستقبال والعيادات الخارجيه في مستشفى الحميات لا زال البنيه التحتيه لا زالت بنيه تحتيه تحتاج لرفع كفاءه افضل من هذا الوضع يعني. طبعا تم تقديم مقترح للوزاره وتمت الموافقه عليه فعلا، والمقترح ده يشمل انشاء مبنى حديث في مكان مبنى الاستقبال والعيادات الخارجيه والخدمات المكمله اليها المغسله المركزيه والمطبخ والمعمل. هذا المقترح يشمل انشاء استقبال حديث طبقا للكود المصري لتقديم خدمه على مستوى عالي جدا، وتمت الموافقه عليه. استقبال حديث وعيادات خارجيه متنوعه واضافه عيادات خارجيه اخرى مثل عياده التغذيه العلاجيه وعياده الجلديه وعياده الاسنان للامراض المصابه بالفيروسات المعديه وهكذا، ومقترحات عده يعني تنوع في ايضا عياده متخصصه لمرضى الفيروسات الكبديه، وحده كامله لمرضى الفيروسات الكبديه ومرضى الاتش اي في، وقسم للمشوره للاتش اي في، وصيدليه مختصه بحيث يكون مركز شامل لتقديم الخدمه به كل الخدمات التي تحتاج الذي يحتاجها مريض الايه المصاب بفيروس نقص المناعه. كذلك هذا المقترح يشمل ايضا انشاء مخازن حديثه وصيدليات طبقا للكود المصري، وسكن اداري للاطباء والتمريض، ومكاتب اداريه وقاعه للتدريب ومركز العلاج الطبيعي. كل هذا موجود في هذا المقترح ومعمل حديث، وتمت الموافقه عليه وجاري تنفيذه خلال الايام القادمه ان شاء الله. كنا معاكم من الشرقيه امان مهنا، التقينا مع الدكتور احمد ثابت مدير مستشفى الحميات اللي حدثنا عن تطوير المستشفى خلال الفتره اللي فاتت ومدها باحدث الاجهزه الطبيه وتطوير العنايه المركزه وكمان تطوير عدد كبير من اقسام المستشفى لتقديم افضل خدمه لمرضى محافظه الشرقيه والمحافظات المجاوره.